اختاروا أصدقاءكم بعناية فائقة، فالصديق يعلم عنك كل شيء، المداخل والمخارج في وطنك الذي هو جسدك، يعلم كل شيء عن حالتك النفسية وعن بكائك وضحكك. فإذا انقلب عليك مصيبة، إي والله مصيبة، إذا قربت صديقا لقلبك حتى لامس شغاف القلب وملك سر القلب ثم انقلب عليك، ثم انقلب عليك، هنا يظهر معدنه. فإن يكن لئيمة انقلب كعجوز البسوس، وإن كان وفية على الأقل لم ينسى الود بينك وبينه. فاختيار الصديق ليس اختيار ثياب سهل، وليس اختيار طعام سهل، وليس اختيار سيارة، وليس اختيار زوجة. الصديق هو اختيارك لذاتك. قل لي من تصاحب، أقول لك من أنت.